موجز لآخر وأهم الأنباء نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور وتقرأه أمينة عوض. أهلا بكم. استقبل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي أمل الكباسي ورئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن آل محمود، وذلك للمشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني العربي والتي تنطلق في عمان غدا الأحد. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والذي تستضيفه أبوظبي. أكد أمين عمان يوسف الشواربة أن أمانة عمان ستقوم بإعفاء التجار المتضررين من جراء الأمطار الأخيرة من رسوم تراخيص المهن والنفايات لمدة عامين، كما سيقوم بالتنسيب إلى مجلس الأمانة وذلك للموافقة على القرار ورفعه إلى دولة رئيس الوزراء للمصادقة عليه بشكل عاجل. تابع وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش أعمال تنفيذ الحماية لجسور البحر الميت، مؤكداً أن العمل جار وذلك حسب البرنامج المعد من قبل المقاولين المنفذين للمشروع. أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن يوم غد الأحد هو آخر فرصة للإعفاء من كامل الغرامات، داعية المكلفين لمراجعة مديريات الدائرة لإنجاز معاملاتهم. توفي اليوم السبت الفنان الأردني نبيل مشيني صاحب الشخصية الفنية المعروفة أبو عواد، وذلك عن عمر 79 عاماً. أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي أن الجيش الروسي مستعد لمواجهة الاستراتيجية الجديدة والتي تعمل على تطويرها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وصولاً إلى الحالة الجوية المتوقعة، وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة غداً، حيث تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني الدستور.com. نهاية الموجز، في أمان الله.